طيب عندنا كلام كتير قوي في بعض الملفات الهامه جدا، سواء اللي بيتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي وملفات اخرى كمان محليه. وفيما يخص النادي الاهلي جانب انشائي مهم قوي. لو حضراتكم كنتم متابعينا من شويه في تغطيه خاصه جدا لطبعا افتتاح المدرج الجديد للنادي الاهلي وكل ما يحتويه هذا المدرج من احتياجات خاصه للفريق الاول لكره القدم، دي لقطات قدام حضراتكم على الشاشه، ودي لحظه قص شريط الافتتاح لهذا المدرج من خلال تواجد طبعا رمز النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واحد عظماء كره القدم ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي، بجانب الكابتن حسام عاشور، الكابتن سعد عبد الحفيظ، الاستاذ طارق قنديل، مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، كمان المهندس الاستشاري سامح علي كامل واللي عمل مجهود كبير جدا جدا في هذا الصدد. فبالتالي خطوه كانت مهمه وخطوه مميزه جدا في اطار جهود النادي الاهلي لتطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الرياضية، ده شيء في الحقيقة غاية في الأهمية، كمان توفير كافة وسائل الدعم لفريق كرة القدم وللجهاز الفني لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة. أنا بعمل لك كل حاجة أنت عايزها، بلبي لك كل احتياجاتك عشان إن شاء الله بإذن الله أنت كمان تلبي لي كل ما أتمناه كجمهور وكمجلس إدارة من حيث الألقاب والبطولات اللي دايما متعود عليها جمهور النادي الأهلي. كمان اليوم الافتتاح شهد افتتاح غرفتين خلع ملابس مجهزه باعلى مواصفات منح الراحه للاعبين والجهاز الفني بعد ان تم نقل مكان غرف خلع الملابس من المدرج المقصوره. زي ما حضراتكم كنتوا عارفين ان غرف خلع ملابس للنادي الاهلي كانت في المدرج القديم اللي هيتم هدمه واستغلال هذه المساحه لامور اخرى تكون في صالح اعضاء النادي الاهلي، وبالتالي الى اسفل المدرج الجديد كل هذه الامور اتنقلت لاسفل المدرج الجديد. بجانب غرف خلع الملابس تم تاسيس كمان صاله جيم جديده مزوده باحدث ما توصل له العلم في مجالات الأجهزة الرياضية والقياسات البدنية، فضلا عن إنشاء مركز جديد للاستشفاء، وده أمر غاية في الأهمية والحتمية في الحقيقة، والتعامل مع الإجهاد العضلي وهو المركز المواكب لأحدث التطورات التكنولوجية أيضا في هذا المجال، خاصة أن معظم الإصابات زي ما حضراتكم عارفين وتابعتوا السنة اللي فاتت إصابات كانت كتيرة جدا ضربت فريق النادي الأهلي، كان بسبب الإجهاد وكان بسبب إيه كمان الموسم الاستثنائي اللي مر به النادي الأهلي الموسم المنقضي من خلال مباريات في كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، فكان طبيعي جدا يكون في إجهاد، طبيعي جدا كان يكون ناتج عن الإجهاد ده عدد كبير من الإصابات. فبالتالي القدرة على الاستشفاء من الإصابات من خلال هذه الأجهزة الحديثة ومن خلال هذه التطورات التكنولوجية الحديثة لطبعا التقليل قدر المستطاع. خلينا برضو نتفق مع بعض ان اكيد وارد لا قدر الله يكون في إصابات، لكن المؤكد بإذن الله ان الإصابات مش هتكون بهذا الكم اللي شفناه الموسم اللي فات، انت بتحاول ان انت تتفاداها بس، لكن الإصابة في الآخر قضاء وقدر، يعني طبيعي ان يجي إصابة، يعني ده شيء بيبقى قدر يعني، لكن في نفس الوقت انت بتحاول تتفادى هذه الإصابة وده بيبقى شيء مهم جدا. كمان بجانب غرف جاكوزي وساونا كمان التطوير ده في خطوة من خطوات في إطار التطوير الشامل لملعب مختار التتش، واللي بدأت بتطوير المدرج المقابل المكسورة اللي طبعا زي ما حضراتكم شايفين أسفله هذه اللقطات، وفضلا عن البدء في تطوير أرضية ملعب التتش لتوفير المزيد من الراحة للاعبين أثناء التدريبات، خاصة أن ملعب كرة القدم أحد أهم عناصر اللعبة سواء على مستوى التنفيذ الخططي أو على مستوى الحفاظ على اللاعبين من الإصابات. أمور في الحقيقة عديدة ومهمة جدا بيتم تطويرها في النادي الأهلي علشان تتجنب الإصابات وعشان تلبي كل الاحتياجات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. في الحقيقة اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي لقطات تاريخية ولقطات رائعة جدا، النادي الأهلي ومجلس إدارته بالتحديد بيقدروا إن هم يحققوا كل وعودهم، بيقدروا إن هم ينفذوا كل الكلام اللي اتكلموا فيه مع أعضاء الجمعية العمومية وكمان اللي اتكلموا فيه مع جمهور النادي الأهلي في توقيت الانتخابات. كابتن محمود الخطيب بجوار كابتن سعد عبد الحفيظ، الدكتور طبعا مهند مجدي موجود، المهندس سامح علي كامل، ايضا المهندس خالد الدرندلي، عدد كبير جدا، استاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره، يعني كل رموز، استاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، امير توفيق طبعا كمان مدير اداره التعاقدات واللي عامل مجهود رائع 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 جدا جدا في الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت من خلال بعض
التعاقدات الهامه جدا من جانب طبعا مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. شيء جيد وشيء مميز طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وكلام كان مهم قوي كمان لو حضراتكم تابعتوا التغطيه من خلال المهندس سامح علي كامل، واللي قال ايه، وده شيء مهم قوي يا جماعه لازم ناكده على حضراتكم، ان قال ان احنا قعدنا الاول مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره عشان نشوف احتياجات الفريق ايه، وعرفنا الاحتياجات ونفذناها بالظبط. اللي احتاجه واللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ في الجلسه معاه ما بين المستشار سامح علي كامل المستشار الهندسي مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن سيد، قال له احنا محتاجين كذا وكذا وكذا، كل الاحتياجات تم تلبيتها. كمان قعد مع مخطط الاحمال عشان نشوف الاجهزه الحديثه ايه واللي احنا محتاجينه ايه في النادي الاهلي، وفعلا حصل وقدر النادي الاهلي ان هو يطور من هذه الامور في اطار عدد كبير جدا من التطورات الانشائيه والاجتماعيه والرياضيه اللي النادي الاهلي اعلن عنها وبصدد كمان الاعلان عنها خلال المراحل اللي جايه. حدث مهم وحدث سعيد في الحقيقه لكل جماهير النادي الاهلي.